ابتلينا في بعض مواقع الإنترنت وبعض المجتمعات بمن يسب الصحابة رضوان الله عليهم من بعض أهل المذاهب الخبيثة، والسؤال: ما الواجب تجاه هؤلاء؟ وماذا ينصح فضيلتكم بفعله تجاه هذه الفئة التي ابتلينا بهم؟ ننصحك إن كان تستطيع الرد عليهم والبيان، فإنه يجب عليك الرد والبيان وتكذيبهم. أما إن كنت ما تستطيع فننصحك بالابتعاد عن هذه الفضائيات والإنترنت، تبتعد عنها. إذا كنت ما تستطيع الرد عليها ابتعد عنها، اسلم منها وابعد عنها أولادك وأهل بيتك. نعم.